مهندس محفوكر، مهندس ميكانيك مهتم بالميديا والبرمجة والمشاريع التربوية والتعليمية منذ عام 1995، عضو مجلس إدارة قناة سنة الفضائية للأطفال، صاحب فكرة المدرسة الرقمية تتحرك يعني هو بس تصير اروح جهاز وكذا بيفصل يعني اكيد قضايا الابداع والمشاريع الغير التقليديه هو مشان بس مباشره حيث ساهم بتنفيذ عشرات الجهاز هو شوف طويل الشوط يعني تقريبا عبر مسيره عمله حائز مؤخرا على برائد الاختراع في تطوير التعليم على مستوى العالم. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب، شكرا لكم. المحور بعنوان المدارس البعديه الرقميه عفوا الرقميه. اهلا وسهلا. طيب. ايه بس انا مضطر انه ممكن يلتفت لعندي اذا طيب ممكن. بسم الله. لا هيك راكز. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية. أنا شاكر هذه الفرصة للأخوة المنظمين أستاذ الدكتور حسام الدكتور هاني وجميع الأخوة والأحبة، الله يعطيكم العافية. في الحقيقة أنا كنت عب بس سماء البداية اللي بدأ فيها الدكتور هاني واللي صار فيه عليها تعقيب من قضية أنه كيف يكون المشروع في المستقبل وكيف نستثمره، كيف يكون من الداخل نابع من قلبنا من محيطنا من وضعنا السوري أو الوضع المحلي. في الحقيقة نحن نقدم الآن تجربة أعتقد والله أعلم أنها تحقق الكثير من هذه المفاهيم أو من هذه الشروط للمشروع. المدرسة الرقمية. المدرسة الرقمية انطلقت من 6 سنوات، بدأ البحث فيها والعمل عليها من 6 سنوات. الفكرة الأساسية اللي كانت تعتمد عليها قضية كيف لي أن أقدم تعليم مميز جيد ممتاز يكون بمستوى عالي ولكل شرائح المجتمع وبكلفة منخفضة، بمعنى أن هناك عاملين أساسيين سعة الأثر وعمق الأثر. أنا لا أتحدث عن حفر بئر ارتوازي بعمق كبير ولا أتحدث عن استصلاح أرض بمساحة كرة ملعب كرة القدم، لكن أتحدث عن حفر مساحة ملعب كرة قدم بعمق البئر الارتوازي، سعة الأثر وعمق الأثر. من هنا انطلقنا في موضوع المدرسة الرقمية. أول قضية أنا كيف لي أن أحقق ذلك؟ بدأنا نبحث بالتجارب العالمية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، الدول المعروفة كلها. أول ما يخطر ببال الإنسان مدرسة رقمية، إذا أنت تتحدث عن منصة تعليمية، إذا أنت تتحدث عن تعليم إلكتروني، إذا في الحقيقة لا هذا ولا ذاك، كل هذا وزيادة. المدرسة الرقمية هي اختراع سوري بامتياز، نبع من الحاجة السورية أو من الحاجة الداخلية اللي هي أزمة سوريا اللي ما بشابها شيء، مثل ما بنشوف في دول تانية ممكن يكون كوارث زلزال، أما الوضع السوري وضع مختلف تماما استثنائي. طيب أنا هنا سأتحدث عن فكرة المدرسة الرقمية، لابد أني أشرحها لأنه حتى بس نزيل اللبس اللي ممكن يخطرق لذهن الإنسان أنه شو هي المدرسة الرقمية في البداية، ثم نتحدث عن مشاريع المدرسة الرقمية المستقبلية، وضروري جدا نشوف بعض النماذج، لن نشاهد كل النماذج، سنشاهد بعض النماذج الخاصة بالمدرسة الرقمية. لا هيك تمام. طيب المادة العلمية سابقا كانت موجودة دائما في قالب كلاسيكي بنسميه نحن الكتاب، هذا معروف، وتقدم عن طريق وسيلة تقليدية كانت سابقا للكتاب ثم فيما بعد صارت اسم المدرسة، وتصل إلى الطالب المستقر اللي هو جنب الكتاب أو جنب المدرسة بيروح بيتعلم وبيجي. هذا هو الأسلوب التقليدي للقضية التعليمية. طيب نحن في المدرسة الرقمية ماذا قلنا؟ إن يا ترى
لو استطعنا أن نضع المادة العلمية في قوالب مختلفة عن الكتاب، مثل البي بي سي بزمانه حطتها في قالب صوتي تعليم اللغة الإنجليزية على الإذاعة. طيب لو وضعنا المادة العلمية بأشكال جديدة، قوالب مختلفة، يعني بصوتي، ملفات بي دي اف، صوتية، فيديو، تفاعلية، إلكترونية، كل الوسائل الأشكال المختلفة، احتلت مادة العلوم وحطيتها، الرياضيات سويتها بكل الأشكال، هذا سيمكنني من أني أنا أستخدم عديد من الوسائل. ممكن أسوي منصة، ممكن أسوي تلفزيون، ممكن أسوي قناة فضائية، ممكن أسوي قناة يوتيوب، ممكن على الواقع، ممكن بشكل فيزيائي، ممكن أحطها على البروجيكتور، ممكن. فبكتشف أنه أنا عندي عشرات الوسائل التقنية الحديثة اللي ممكن أستخدمها. طيب كوني أنا استطعت أني أضع المادة العلمية بهذه الأشكال، وكوني صرت أستطيع أني أستخدم كل هذه الوسائل، فأنا صار عندي إمكانية الوصول إلى الطلاب، ليس فقط الطالب اللي مكتب المدرسة جنبه، لا، استطاع أني أنا أصل لكل الطلاب في كل المجتمع. كيف يعني؟ يعني نحن كنا نتحدث عن طريقة خطية في إيصال التعليم، علوم تأتي على المدرسة إلى الطالب المستقر. ماذا حصل؟ الذي حصل أنه حولنا من النمط الخطي إلى النمط النجمي، بمعنى أن المادة التعليمية صارت في المركز بأشكالها المختلفة، ولم تعد بوابة وحيدة للمادة التعليمية اللي هي المدرسة، وإنما صار عندي عشرات البوابات. هون في عنا مثال على 12 بوابة، ممكن يكون في عندي أنا كل ما تطلع بوابة جديدة أربطها مع المدرسة الرقمية، وبالتالي صار في عندي طريقة نجمية لتوصيل التعليم. نحن ماذا فعلنا في المدرسة الرقمية؟ أحضرنا المادة العلمية بأعلى المواصفات، حولناها إلى أشكال مختلفة، فيديوهات، تفاعل، كذا، أخذنا المنهاج السوري المنقح، بدأنا الآن حاليا من الصف الخامس إلى البكالوريا أنجزناه، نتحدث عن أرقام كبيرة جدا حتى على مستوى الدول. لنفترض مثلا عم نحكي عن 2700 حلقة تعليمية وفق أعلى الكواليتي، مثل ما حنشوف، كتب ذكية، كتب إلكترونية، كتب تفاعلية، سيديات، سوينا أشكال مختلفة، طبعا تطبيقات الجوال، المنصة التعليمية المباشرة، البث المباشر، أشكال مختلفة صارت موجودة، كلها موجودة عندنا. صار الطالب أينما وجد الآن صار لديه وصول إلى المادة التعليمية مثل واحد فتحت له مائدة مفتوحة، بيحب يأكل صنف معين، عنده مقدرة يوصل له، بيصدر يوصل له، فيستطيع الآن الطالب أن يلج إلى المادة التعليمية من وين ما بده. ولذلك نحن اليوم في تجربة المدرسة الرقمية الآن لدينا دخول عليها من كل أنحاء العالم، بلدان بتعرفوا من أمريكا، دخول غريب عم يدخلوا، وأيضا تطبيق من أوروبا طبعا وبلدان العربية، وأيضا تطبيق على الأرض في كل في مناطق كمان ما بنعرفها. مثلا جانا تقرير الآن في القدس، مدارس خاصة في القدس عم بتطلع على المدرسة الرقمية وعم بتطبقها في مناهجها في الداخل السوري. طيب ناس ما عندهم كهرباء، ما عندهم بروجيكتور، صار يشوفوا حلول مثل ما حنشوفها، عم بحطوا بروجيكتور مع مولدة وخلص الصف انقذ. هذا اللي ما عنده استاذ متمرس، ما عنده شيء، صار يحط لهم بس الفيديو بيشرحه، هذا الفيديو الذي عمل عليه لجان مختصة علمية وفكرية والآخرية، وانتج بأعلى المواصفات العلمية والفنية، صار يعرض طالب بصف التاسع او البكالوريا اللي كان عم يدرس هؤلاء الاطفال، وصار يعطيهم المادة العلمية. اذا المدرسة الرقمية تراعي كل هذه الظروف، تعمل اونلاين واوفلاين، تضع حلول. مجرد ما أنا أقترح ما هو وضعي، هي عبارة عن قطع بازل، أختار منها ما أريد وأركب الحل المناسب لي. أكثر من ذلك، نحن حتى في إعداد المدرسة الرقمية كنا نراعي الاستقرار ما بعد الأحداث في سوريا، ولذلك وضع فيها نظام متطور لإدارة المدارس وجمع، نحن على أساس أنه حتطلع حكومة وحنشيل الدنيا كلها ونروح عند الحكومة ونقول لها تفضلي، هذا هو نتيجة رأسا على طول، على طول انت اشتغلي مباشرة، ديري عمليتك التعليمية في سوريا كلها، هذا الآن مصمم موجود جاهز، مدارس، إدارة مدارس، إدارة طلاب، إدارة مدارس وطلاب ومدرسين وإداريين في العملية التعليمية، والدمج بينهم أيضا.
طبعا نحن ماذا أنتجنا من المدرسة الرقمية؟ على المستوى المحتوى العلمي أنجزنا من الخامس إلى البكالوريا. على مستوى الوسائل أنتجنا كثير من الوسائل. لدينا في المكونات ينقصنا شيئين أساسيين مثل ما حنشوف. في عندنا فكرة الابتدائي لسه من الصف الأول إلى الرابع، لأنه وفق دراساتنا وجدنا أنه يجب أن تنجز بنمط مشابه لأفتح يا سمسم، وبالتالي في عنا كلف في غير نمط يعني معين، ففي في له مراعاة لأشياء تانية، ولذلك هذا أجل إلى الآن وانتهت أبحاثه، يحتاج ننتظر تمويله. وأيضا في لدينا نموذج الكتاب الذكي اللي أعجب فيه، هذا طبعا من الاختراع. أنا نسيت أني أشير العملية هذه كلها اللي شايفينها، لأنه إنتاجيا وطريقة التنفيذ هذا ما حصلنا عليه على براءة الاختراع. نحن قدمنا من 3 سنوات إلى براءة اختراع، بعد 2 سنين من تقديمنا إلى المفروض تحسم قبل 4 أيام من حسم القضية احتجت اليابان. اليابان عم بتقول أنه أنتوا نظامكم التعليمي هذا في المدرسة الرقمية نحن من سنطبقه بعد 5 سنوات، وتمينا الآن في خلاف معه لمدة 1 سنة كاملة لأثبتنا أنه نحن بالنسبة لنا أصلا العملية هي أنجزناها، أنتوا هي فكرة عندكم، نحن أنجزت وأنهيت وانتهت، وبالتالي حسم القضية الحمد لله، والآن دفعنا الرسوم وحتصلنا لبراءة الاختراع في قضية التعليم. إذن ينقصنا المكونات، لدينا باقي الابتدائي والكتاب الذكي، ولدينا هدف المكون العلمي، لكن من البوابات اللازمة أيضا، من مشاريعنا اللازمة للبوابات تشغيل المنصة. يعني نحن الآن اليوم عنا منصة تعليمية من أضخم المنصات اللي ممكن تشوفوها على مستوى العالم حتى موجودة، ولكن هي بدها كوادر ومدرسين وكذا، فهذا نحن متوقفين الآن فيها تقنيا، جاهزة بس عبارة عن هذه الكوادر وتمويل هذا المشروع. أيضا القناة الفضائية، القناة الفضائية نشعر بأهميتها بشكل كتير كبير، بتمثل لكل أنحاء العالم ومواد موجودة. يعني أي قناة فضائية الكلفة الأساسية هي في المحتوى، المحتوى كله منجز، لدينا كل الحلقات موجودة. وأيضا النقاط التعليمية هي المشاريع التي بدأناها الآن في الداخل السوري مثل ما حنشوف، واللي أنجزنا فيها شيء متطور، وتم الاتفاق الآن سواء مع الحكومة المؤقتة. من ميزة هذا المشروع أنه ما لنا علاقة بالسياسة، يعني استطعنا أن نعمل بإدلب محل ما نفوذ معين، واستطعنا أن نعمل في درع الفرات، واستطعنا أن نعمل في 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 عزاز، فما في عنا أي مشكلة، ما يعني عبارة عن كله تقني. بل أكثر من ذلك، برنامج في أيام الغوطة وحصار الغوطة فترة من الفترات صار انقطاع كامل، فاتصلوا فينا أخوة عبارة عن 25 متطوع، قال لي أنا معي فريق 25 متطوع، نحن نحتاج إلى المادة التعليمية تبعتكم في المدرسة الرقمية. قلنا له تكرم، رحنا جمعنا له المادة التعليمية عبارة عن 0.5 تيرا، جمعناها على رابط وقلنا له تفضل سوي داونلود. فراح سوى داونلود خلال يوم، أمنوا حالهم في الغوطة أيام الحصار ونزلوا المنظومة بالكامل، نزلوها وبدأوا يسوقها وانتهى الأمر. أنا كان لقائي معه أو اتصالي معه عبارة عن هذولك اليومين لوقت ما بعتناهم. بعد ما صار اللي صار في الغوطة وكذا، تفاجأنا بالزيارة له عم يزورنا، بيقولنا الله يجزيكم الخير، نحن في فترة من الفترات الغوطة كانت في معظم قائمة على المدرسة الرقمية. لاحظوا كيف عبارة عن داونلود ليوم واحد فقط حل لهم مشكلتهم في الغوطة كلها في وقت من أصعب الأوقات. نحن حنشوف الآن بعض الأشياء التي تمثل المحتوى، بعض المحتويات اللي عنا، حنشوف نموذج من الحلقات المرئية مثلا، وممكن نشوف بعض الوسائل مثل الكتاب الذكي بشكل قدر ما يمكن أنه يكون سريع. خلينا نشوف في فيديوهات نماذج من الحلقات المرئية كيف تقدم. طبعا أشكال كثيرة، مثلا خلينا ما حنسهب يعني بأي أي مادة، بس هيك نطلع ولو اطلاع سريع. الصوت شغال؟ أهلا بكم في سلسلتنا التعليمية لمادتي الفيزياء والكيمياء، فهيا لنتعرف على أسس هذه العلوم. عزم المزدوجة، سنتعرف في هذا الدرس على أولا المزدوجة، ثانيا عزم المزدوجة، ثالثا ذراع
الذراع المزدوجة. لاحظ كيف ندور مفتاح الباب. نؤثر عليه بقوتين متعاكستين بين الإبهام والسبابة. كيف نفك صامولة إطار سيارة؟ نأخذ مفتاح صامولة وندوره بكلتا يدينا بقوتين متعاكستين. ما نشاهده هو المنهاج السوري تحديدا. أصابع يدك بدل الأستاذ عم يشرح الآن بطريقة. راقب حركة يديك وأنت تدور مقود دراجتك عند المنعطف أو عندما يدور سائق السيارة منه. طبعا مراعى فيه انا حضطر اني يعني شده القوه العضليه ستكون نفسها في الحالتين ولكن الذراع في الحاله ب اكبر فالعزم اكبر والتدوير اسهل. ملاحظه ذراع المزدوجه ب في كل حاله هو قطر مقبض لفك دي يسام. تمام هاي نموذج مثلا خلينا نشوف هيك بعض النماذج الأخرى مثلا خلينا نشوف اللغة العربية كيف تم التطرق إلها مثلا اللي هي طبعا كثير من طلابنا بيملوا داخل الوضع السوري أزمة نفسية وكذا كيف حتشدوا لحلقة اللغة العربية مثلا. نرحب بكم طلابنا الأعزاء أجمل ترحيب ضمن سلسلة تعليم اللغة العربية للصف التاسع راجين من الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الفائدة والمتعة. رسول الهدى هذا طبعا مثلا قصيدة في اللغة العربية بيفتح الكتاب بصفحة فلانة في هذا الدرس هذا الفهرس تبع الشاعر البوصيري. ثانيا نص رسول الهدى مولاي صلي وسلم دائما. تدخل الانشوده تدخل المشهد الترفيهي بيشغل في تشويق خلال الحلقه. مراعى كل القيم التربوي كيف الطالب يتفاعل مع الحلقه نفسها. البان العلم اسماء اماكن في بلاد حجر. تمام نشوف مثلا مثال بس هيك ولو مثلا الاحياء اي صف مثلا ممكن فرضا ما بهم. طلابنا الاعزاء اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسلتنا التعليميه لماده العلوم للصف السابع. طب شو؟ أكرر نحن نتحدث عن 2700 حلقة منتجة بهذه الكواليتي. مثلا لما نجينا على التاريخ فرضا لما نجينا على التاريخ بدنا نقدم تاريخ الأموي مثلا قدمنا لهم إياه من داخل قلعة حلب. الطالب صار يحس الأجواء. يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ضمن السلسلة التعليمية لمادة التاريخ للصف السابع متمنين وتحول نظام الحكم قاعة العرش الأشياء هذه كلها ترعيناها بشكل وسمي الأموي نسبة إلى الأسرة الأموية التي حكم منها 14 خليفة أولهم معاوية بن أبي سفيان وآخرهم مروان بن محمد. تأسست الدولة الأموية على يد بنلاحظ طبعا في خرائط بتشرح في كذا بين نظام الشورى في الحكم والنظام الوراثي. نظام كأني هذا راح على آسف تمام
طبعا في نماذج كثيره، اذا حدا بيحب يشوف نموذج معين من ماده معينه في هذا ممكن نورجيه. طيب ماذا ايضا فعلنا؟ نفذنا، عم نحكي الان 2700 حلقه اللي هي السعوديه حاولت مع قناه اقرا تنفذ المنهاج السعودي، وبعد سنه كامله من بذل ملايين انتجوا 22 حلقه فقط. هي من اهم الاشياء اللي كانت مثبطه لنا في بدايه المشروع، انه في دول اشتغلت. انت وين رايحين في الزحمه هي؟ كيف لكم ان تنتجوا 2700 حلقة؟ هون احنا اشتغلنا بين خبرتنا وافكارنا وطريقة تنفيذنا. وانا شخصيا مهندس ميكانيك، كنت اتحدث عن طريقة التنفيذ اللي هي اذا بتتذكروا الحبسة النسائية، هي السودة، هي بتلاقي 100 حبسة ب10 ليرات على باب جامع الكبير كانت تنباع. طيب هي الحبسة هي الوحيدة، هي بتكلف عمليا، بتكلف ما يقارب اذا بدك تروحي عند مخرطة وشغلها وهذا، بتكلف تقريبا شي 200 ليرة او 300 ليرة. طيب شلون عم تنباع 100 حبة ب10 ليرة؟ هو عبارة عن شيء اسمه ماكينة متعددة الرؤوس. ماكينة متعددة الرؤوس اللي هي كانت تدخل الحديدة من هون، بتقص، بتروح لهون، بتطعج طعجة اولى، تروح لهون بتطعج. جربوها اول مرة، بعدين بسرعوا 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 الى لحظة معينة تنتج 1500 حبسة في الدقيقة الواحدة. هذا المستوى اللي عم نحكي عنه نفسه لأول مرة ينفذ كخط إنتاج فكري، اللي هو نفذ في المدرسة الرقمية. نفذناه إنتاج فكري، إنتاج حلقات تعليمية، إنتاج أعمال بكمية كبيرة ولكن وفق كواليتي وتنفيذ معين. من الأشياء اللي أنتجناها طبعا الموقع، المنصة موجودة الآن، ممكن يعني إن شاء الله تعالى حنزودكم بروابط، موجود كلها موجودة. من الأشياء هذا 149 دي في دي تفاعلي بشكل كامل لكل المنهاج أيضا، يعني بمعنى يستطيع الطالب إذا كان الآن أوفلاين عنده هذه الحلقة، عنده هذا الملف، طبعا نقصد سي دي، دي في دي مو شرط تكون دي في دي، بيقدر بيشوف الكتاب الإلكتروني اللي هو طبعا هلا حنشغل بس الابليكيشن تبعه. الاسئله التقييميه بقدر بشوف تبع ماده العلوم، الحلقات الصوتيه. انا بس تذكروني بالوقت مشان اعرف اوزعه بعد اذنكم، نبهوني بس قبل 5 دقائق مشان نكون كل هذا. الحلقات الصوتيه ايضا، الكتاب الدراسي اذا رادوا يطبعوه باي مكان او باي جهه، وايضا في عنا الحلقات المرئيه وتنصيبها. هذا الملف موجود، ممكن نوزعه، هذا اللي بعتناه للناس كلياتها. هذا بيشتغل عليه اوفلاين، هو بيتعلم لحاله وكذا والاخرين، بنكتشف بعد سنه هو لحاله الطالب منتهي. لكن اذا استطاع وتمكن لديه انترنت بظرف ما، يستطيع على طول يدخل عن طريق هذه الامور ويشبك معنا على طول مع الموقع ومع الاداره ومع التقنيات ويسجل و والاخرين. فهذه من الاشياء ايضا التي انجزت. من الاشياء اللي بس شو اسمه الفلاش، لا في الملف، لا لابد انه في كتاب الذكي اللي هو دوكس، هذا الكتب بي دي اف ننزله ممكن بشكل لاحق، يعني اذا مشان ما ها تمام. لا شيء أصلاً، طن شو بده؟ لا هل ترى؟ أوكي معلش، أنا مضطر ننزله لأنه هو تطبيق صغير بس على السريع بينزل بإذن الله. من الأشياء اللي ممكن نشوفها جميلة بعض وسائل لوقت ما إذا كان هذا محرك الأقراص، ممكن نشوف التجارب اللي صارت. ايه اسف سامحونا لانه هاي المفروض نزلها ولا قبل. طيب بس اشوف ال بس الفلاشي دي في دي. تمام. من الاشياء التطبيقات مثلا داخل السوري، خلينا نشوف كيف بعض الان النقاط التعليميه اللي عم نشتغلها على الواقع في الداخل السوري.
هي ما العلاقة؟ لا بقول إحدى الوسائل يعني من عشرات الوسائل. لاحظوا الطلاب يتجاوبوا معه يعني مراعاة نحن اصلا. تمام. طيب ممكن نشوف النماذج من الكتاب الذكي. نموذج الاسئله نموذج الكتاب الذكي شوفوا. خمس دقائق. تمام ان شاء الله. هذا طبعا فشلنا معناته هون او ما حيشتغل. الكتاب الذكي ميزته الاساسيه اللي نحن ممكن نشوفها كل فقره بفقره الكتاب بيضغط الطالب كاني جبت له استاذ خصوصي لعنده، بيضغط زر بيشرح له هذه الفقره، في صوره بيضغط زر بتشرح له الفيديو بالكامل. الافضل طبعا كنا نشوفه سوا بس يعني التطبيق حيتاخر معنا. طبعا ايضا نفذنا نماذج من الاسئله التقييميه لكل المواد صارت موجوده المنافذ. ممكن من الاشياء اللي نشوفها كمان بشكل سريع اللي هو الموقع الرقمي، قال اذا في نت هون. نحن نتحدث الآن عن حل المدرسة الرقمية، يمكن أن تؤمن حلول لكل طلاب سوريا أوفلاين أونلاين بشكل مفتوح تماما، من يريد أن يستفيد منها أهلا وسهلا به. إما عن طريق الأونلاين إما عن طريق الأوفلاين. نحن أعددنا مائدة مفتوحة للتعليم، يمكن لمن يريد أن يأخذ ويستفيد ويركب قطع البازل الخاصة فيه في مشروعه الخاص أهلا وسهلا به بالتنسيق معنا أو بتزويده بالمادة وممكن يألف. يعني في الأخوة في إحدى المنظمات عندهم مشروعهم التعليمي الخاص الإلكتروني، ولكن إجوا أخذوا مننا بعض الأشياء اللي بتخص المادة التعليمية اللي بتخص كأني النت هون ضعيفة، اللي بتخص المادة التعليمية اللي بتخص الحلقات اللي بتخص هذا، وحطوه ضمن منظومتهم التعليمية اللي هنن، لأنه قطعنا البازل مثل مكوك مثل مركبة الفضاء العالمية، محطة الفضاء العالمية، مما كان بيقدر يركب عليها، أصلاً راعينا هذه القصة لأنه بنعرف الوضع السوري كيف ماضي. وبالتالي نحن اليوم عم نحكي عن مشروع في داخل سوريا يصلح، في دول الجوار يصلح، للوطن العربي أيضاً يصلح. التحدي الصغير للوطن العربي انه نحن مناهجنا هي المناهج، اعتمدنا المنهاج السوري المنقح، ولكن من الناحية العملية اللي شفناه على الارض انه الان الناس عم تستفيد منه لانه كمادة تعليمية كتير مناسبة لفيزياء نفس الفيزياء، رياضيات نفس الرياضيات، الكيمياء نفس الكيمياء، وبالتالي ممكن يكون في عندهم استخدام إلها. طبعا هي المدرسة الرقمية موجودة هون، ممكن حدا يدخل فيها، أي طالب يدخل. ميزة المدرسة الموقع الإلكتروني اللي تحدث عنه دكتور هاني أيضا إنه ممكن الكل يشارك فيه. يعني هون المادة التعليمية نحن حاطين فيديو، حاطين كل الوسائل هذا الدرس اللي هو الحركة، وقايلين لأي إنسان يجد في نفسه إمكانية أن يضيف فليضيف. فأنا بروح بيضيف قيمة معينة، مثلا أنا بسجل درس ممكن أضيفه، بعد فترة صار عندنا مكتبة كاملة من الـ
من المحتوى العلمي. طبعا هون فيه يختار، الانترنت ضعيفة شوي، فيه يختار الصف اللي بده اياه وبدخل على طول، حيلاقي الفهرس، حيلاقي الحلقات، وحيلاقي ممكن نحن حلمنا انه بعد فترة يصير عنا كنز، يعني كنز من المعلومات موجودة ومصنفة ضمن المعلومات اللي بدنا اياه. طبعا هون بيختار الطالب اي مادة بده اياه، بيختارها مباشرة، بيدخل على المادة، حيلاحظ ايش؟ حيلاحظ انه ممكن المحتويات، حيلاحظ عنده الفهرس تبع الكتاب كله نفسه، اي مثلا اي مادة، اي حلقة دخلها او اي شيء. هون القوة، في عنده هذا الدرس ممكن يعلق عليه، وممكن هون باليسار في عندنا مقاطع فيديو، في مقاطع يوتيوب، في ملفات بي دي اف، في روابط، هذه يمكن ان يساهم فيها اي انسان موجود، بتمر على الفلتر عنا وممكن نفعل له اياها، وبالتالي صار في عندنا عالم افتراضي من التعليم حول هذا الموضوع، حول موضوع اسمه الحقل المغناطيسي، صار شيء الكل شارك فيه، هذا مفتوح للكل. وفي عندنا حالة خاصة ان اسجل، هذا تعلم، يعني نحن تاركين للطالب انه يدخل يتعلم لوحده، لكن اذا اراد في سياق مدرسة افتراضية يجب ان يسجل في داخل المدرسة، وبالتالي في عنا نحن مدرسين مسجلين وفي ادارات مسجلين، فمسوي عملية التشبيك بيناتهم ونحن ما لنا علاقة، يعني طلاب مع مدرسين سوينا تشبيك، مجموعة من المدرسين ارادوا عمل خير ويفتحوا مدرسة افتراضية بيسجلوا هون وبيسموا مدرسة وبيفتحوا مدرسة عندنا ويطلبوا من الطلاب يسجلوا، وصاروا مجتمع منصة تعليمية مفتوحة تستخدم كافة التقنيات المدرسة الرقمية. أنا آسف الموضوع بحث يعني كبير لم أوفي حقه بصراحة وبعتذر عن التقصير، بس إن شاء الله منزودكم بالروابط كلها بإذن الله تعالى. شكرا لكم. شكرا للحماس الرائع للتعليم، يعني تحديات التعليم أثناء الحروب بالفعل، يعني الأفكار مبدعة، ومثل ما بقولوا أحيانا الألم والشدة هي اللي بتخلق الأفكار. شكرا لك مساهمتك. نفتح النقاش، تفضلي. بالنسبه حكيت هون كان في الفصول الذكيه، انت شو قصد فيها الفصول الذكيه؟ الفصول الذكيه هي احد مشاريع المدرسه الرقميه التي لم ينجز. أيوة، فصل مركزي يقام في مدينه معينه، فترض في اسطنبول، سوينا هو صف الخامس مركزي، وهو عباره عن جاهز اونلاين يربط مع 20 او 30 او 100 فصل في الداخل السوري، يربطوا مباشرة وفق يعني السيستم عندنا جاهز، يربطوا بشكل كامل. يربطوا بشكل كامل مع بعض ونقدم عن طريق إحدى الوسائل. أيوة يعني لسه ما صار، لأنه أنا لا هذا موجود تقنيا نحن جاهز. أيوة. لكن يحتاج تشغيل. ماذا نقصد يحتاج تشغيل؟ يعني لما نحن نشتغل هيك لازم نزود الفصل جوا بالكاميرا وخط الانترنت، ولازم نزود هون المركز اللي يكون عندنا الفصل، لانه انا شغالة على فصول. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه بس شوي ممكن، بس معلش حنوقف لانه الدكتور عنده اجتماع بعدين ونناقش فيه بعد. طيب تمام. الله يعطيك العافيه. رح ناجل بس النقاش مع دكتورنا الغالي. بس لحظه خليهم يقدموا. اوكي بس الاذنك مستعجل. هو سوري، خلي بالك. خذي شايف تم متحمس. يلا انت مصر تحملني هاي كل شوي. اوكي بس اوكي اوكي طيب. اهلا وسهلا فيك، مرحب فيك معنا. سمعنا كويس؟ اهلا وسهلا فيك. الان مع المدارس البعديه معانا الأستاذ محمد تاج الدين من مواليد 1960، عمل أستاذ محاضر في عدة جامعات في مصر، وأيضا هو مؤسس لعدة شركات. أهلا وسهلا فيك، بتقدر تباشر مباشرة. أهلا وسهلا، السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن سامعينك، بتقدر تباشر مباشرة. طيب السلام عليكم جميعا، أهلا بالحضور جميعا. أني الزلمة وكاد أنا مشتاق بأكيد مشكلاتي الرائعة، أنا لا تطقي من فترة مشتاق من الرياضة. يسعدني أن أكون بينكم اليوم. دي حاجة بسيطة، يعني
قد تكون جزء من قاله الاخ محمد. احنا عندنا مبادره لادخال ال 3 دي ديزاين و 3 دي برينتنج اللي هو الام اوف ذا تكنولوجي القادمه، ونفسنا انها توصل للناس جميعا نفس الوقت، ما تكونش حكره على من يكونها من اخترق الموسيقى ومن يعني تسابقوا في ان هم يصنعوا هذه الموجه القادمه من التصنيع. اذا حطيتكم فكره عن 3D printing طباعه مثير حد. Do you have any problem in English ولا لابد ان اكون باللغه العربيه؟ عربي اشرح بالطريقه وقطع السلايد باللغه الانجليزيه فسامحونا. امس سعرض عليكم الفيديو، هذا الفيديو هتشوفوا الارقام اللي شايفين. نعم، وهذا الفيديو هو باللغه الانجليزيه لكن لعله انا بس عاوز اعرف هل تقوم بالشاشه عندي؟ نعم طيب سأعطيك. شايفين هل ترون الشاشة؟ نعم أخي. طيب سأتركها ثم أتكلم حولها إذا كنت تسمعون الصوت. لا نسمع الصوت. ما في صوت. لا يوجد صوت. لا نسمع الصوت أخي، لا نسمع. طيب سأتكلم إن شاء الله. سأبدأ باللغة العربية حقول أتكلم. تفضل. تكتب له صوت ضعيف. الصوت كان ضعيف اخي، يا ريت ترجع تعيد اخر شيء قلته من بدايه. طيب. من بدايه الفيلم. نعم تفضل اخي تفضل. ان السوفت وير الموجود لخدمه التصميم لم يراعي ولذلك عندما سمعنا هذه اللغة اللي هي AB3D الفبن للتصميم. تبدأ من 2D. كل الناس يستطيعون أن يحسمون 2D، لكن مش كل الناس يستطيعون أن يتصورون 3D. وجعلنا هذه اللغة أفيلبل لكل الناس على كل الأجهزة، على التليفون وعلى الآيباد وعلى الويندوز وعلى يصير في ضعف هذا. هو لما تحط الفايل هو يتكلم بس. صوت. تعمل أكاديمية أم. يا ريت دكتور عفوا لما حضرتك عم بتشغل الفيديو عم يصير الصوت كتير ضعيف متقطع. فيا ريت تتكلم حضرتك أسهل. أعمل. يعني يلا الفيلم. يعني خلينا بدون الفيلم لأنه لما عم تعرض الفيلم ما عم يطلع صوتك. طيب. هو الفيلم أهم مني الحقيقة، لكن يعني صور بس، تمام؟ فإحنا إحنا عملنا بلند كده. صوت كويس؟ كويس تمام. طيب. تمام عملنا بلند
لاربعه بيداجوجيز طرق تعليم الاستام زي ما تعرفونها و 21st century والتشايلد سنتر والبروجكت بيز، ودمجناهم في طريق اسف ثانيه واحده بطريقه كلها لعب وكلها اكتيفيتيز وانشطه، بحيث ان الطفل يتعلم الماث والساينس والتكنولوجي اثناء ما بيصمم العابه. وفي الاخر عملنا منهج للطالب يرتقي به من الديزاين الى التصنيع الى الروبوتكس الى حواليه بس بسرعه برضو السوفت وير، لانه الفكره بتاعته البسيطه جدا 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 خلت الاطفال. سامعيني ولا لا؟ سامعين. نعم نعم. طيب خلت الاطفال من سنه وخمس سنوات يستطيعوا ان هم يتعاملوا مع السوفت وير ويعملوا اشياء وهدايا ويطبعوها ويسلموها لاهاليهم واحبابهم، يعملوا سياره. السوفت وير عباره عن مكعب، تمام؟ فكناه الى اوجهه الاربعه، يعني هذا الثلاثه، هذا الفرونت ما يواجهك، وهذا التوب، وهذه رؤيه البيئه السايد الجانب. ففكناه هنا، وبقى من السهوله ان واحد يرسم الفيس ويرسم الجانب ويرسم التوب ويعمل مكعب، وده سهل جدا. لكن اذا راح وغير المكعب او المربع في المواجهه وخلاه مثلث، سيتحول الى بريزم، الى منشور كما ترون. فيتعلم الطفل هذه المفرده، وبعدين اذا مسح الجانب، مسح الجانب وعمل مثلث اخر مثلا، هذه كلها امثله، سيتحول الى هرم. طب اذا مسح التوب وخلاه دائره، طبعا تتوقعون هيكون مخروط. واحد يستطيع المتدرب، سواء كان طفلا او بالغا، رجلا او امراه، عنده فكره عن ديزاين قبل او ما عندوش، حتى يستطيع انه هذا طفل مثلا، هذا طفل بعد خمس حصص استطاع ان بهذه البساطه انه يصمم سياره كامله، تمام؟ فهذه السياره الكامله عملها طفل عنده تسع سنوات. هذه السياره الكامله عملها طفل عنده تسع سنوات وطبعها واستلمها. العاوزين يقولوا انه هذه السياره معموله بمجموعه من الطبقات البسيطه جدا، برضه نفس الفكره، التوب والفرونت. هنا مثلا لو حبينا البودي نجد ان الطفل عمل الشاسين، تمام؟ ولو حبينا مثلا العجل التايرز هنلاقي انه عمل كمان الاكس، تمام؟ وهكذا. فهذه السياره بتمشي، فيستطيع ان هو بعد كده يعمل بيها الاشكال المختلفه اللي ممكن تتحرك. نستطيع ان احنا نخليه يتعلم الكودينج والبروجرامينج على اشياء هو اللي صنعها. ممكن يتفرع الطفل بعد كده الى 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 المباني، لانه اذا راينا هذا الفيديو برضه انا ساوقفه، لكن عشان نشوف قدره السوفت وير على انه يعمل مبنى في ثواني، ومباني صعبة ليست سهلة. يعني مثلا هذه المباني كلها اتعملت كل واحد منها في دقيقة. يعني 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 هذه صورة المباني كلها، ثانية واحدة، نعم، هذه المباني كلها صنعت بهذه الطريقة السهلة جدا. يعني خلينا مثلا نشوف هذا مبنى، هذا الطب، وبعدين حينما عمل يعني عمل مبنى كامل، استطيع ان هو يغير الطقم. وبهذه الطريقه نستطيع ان ندخل الى عوالم التعليم كلها،
ليس فقط البرينتينج والميكانيكس، لا ده ممكن الانتيريور ديزاين، وممكن اشياء كثيره اخرى نستطيع ان احنا نطور بها عقل الطفل او حتى المراهق او حتى البالغ. بين ايديكم هي المحاضره، هل تسمعوني؟ هل تسمعوني؟ أم أنا انفصلت؟ نعم نسمعك أخي. نعم. فأنا بين أيديكم هذه المحاضرة، تستطيعون أن ترجعوها. هي تتكلم على الإمباكت. كيف نغير بهذه الطريقة في التعليم؟ في على مستوى الطفل، على مستوى المدرس نفسه، مستوى المدرسة، مستوى التعليم. وكيف قد يؤثر هذا على أيضا على السبيشال نيدز الادوكيشن؟ هذا المؤتمر الثمان من الاهم هو برامج تبع الحروف. احنا نقدر نروح للاندر بريفليج ايريز، الاندر بريفليج سكولز والاندر بريفليج تعوضهم بفاست تراك انهم يديفلوب يقدروا برودكتيف، يكون برودكتيف. مش هخش الطلبه بين الدكتور ايه مبتعثر نراه اكيدا الان نحن جربنا هذا الكلام عن 1500 طفل يعني، وعندنا دراسه سايكولوجي عندنا طلاب مشكله علم نفس السايكولوجي اوف ايدوكيشن بيدرسوا ازاي السبيشال انتليجنس وزي طريقة تحديد التسبيل ديزاين في دي بحيث تؤثر على الأطفال وعلى التعليم كله بطريقة سهلة. أولا موديل، هذا الموديل في نقدر توصل لنا للأماكن المحرومة اللي أنا نلاقيها، وهذا كنا يعني كان نقاش وشفتنا تكفي باختقال عشان السكاي اكيد متابع لكم، فتحدثنا لو في نقاش او رعايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فعل ما كثير كان طيب الفيديو بالضبط. المادة موجودة يعني موجودة. المادة بس لو تقدر تبعث لنا اياها دكتور موجودة نتشارك. تمام خلاص نتشارك، ممكن يكون توضح الفكرة أكثر. شكرا لك. في حدا حابب يسأل أو يستفسر عن بعض الأشياء؟ يعني هن هلا حاليا التطبيق تبعها المدارس ولا طلاب منفردين ولا بيسجل الواحد بموقع ولا مجموعة؟ بس عيد السؤال بس بالمايك إذا تكرمتي. حاليا التطبيقات هل هي في مدارس ام يعني اطفال منفردين ام في موقع تسجيل بموقع معين؟ يعني كيفيه التعليم كيف عم بتتم يعني؟ جزاكم الله خير. طيب الاجابه احنا صار لنا سنتين الان نطبق في مدارس. المدارس ندخل المدرسه اما ندرس نحن الأطفال الأولاد من سن 6 سنوات إلى سن 15 سنة. طبعاً عندنا موديولز الأعمار. ندرب مدرسين المدارس نفسهم هم اللي يقوموا بالتدريس. الآن بنعرض إحنا الآن في من 7 دول. بدي طبعاً في سويسرا عندنا 3 مدرسة نطبق. بنعمل أحياناً معسكرات مخيمات فيها رياضة فيها لكن فيها جزء هذه صعبة. أنا من التعاقد مع شركة برينترز نتيجة تقديم الطابقات بالطابقات بتاعتنا بنعمل براكت كمبيوتر. من يريد أن يشتري الطبيعة أو يريد أن يتعلم بنعمل براكت له فالأمر مفتوح. إحنا عندنا أكثر من 1500 متدرب في خلال سنتين والفيدباك ايجابي جدا. عندنا مدارس حتى بابليك افتحناها
وأعتقد أنهم يعني إن شاء الله موجودين. الآن تسلمنا تقريبا أكثر من سنة عم نعرف الموضوع ده على الأكاديمي يعني أونلاين. والأستاذ محمد أنا متأخر شوية في الاتصال بي، يعني أريد أن أدخل هذا الموضوع من خلال برنامجه الجميل إنه بيدخل ضمن الخدمات أشكو، بينما مستعدين إن فلوج يعني والله يا محمد أسألك سؤال؟ نعم نعم. السلام عليكم دكتور محمد، أسأل الله أوقاتك. محمود سكر، كيف أخباركم؟ أنا أهلا. الله يحفظك يا رب. نحن بانتظار يعني إن شاء الله تعالى مما تم السبق إنه نسقنا يكون أحد يعني وسائل في المدرسة الرقمية إن شاء الله. والميزة الإضافية الآن إنه صار فينا مو شرط يكون المخرج 3D، يعني مو شرط إنه يكون عنده طابعة 3D، ممكن يكون عنده مخرج جميل بشكل رسمة حلوة أو جميلة، نمت لديه طريقة الرسم والأفكار الهندسية في عقل الطفل عن طريق البرامج تبعتكم يعني. فهي إضافة سابقة إذا بتتذكر كان دائما كنا نحكي عن المخرج لازم بالأخير ينطبع بالطابعات 3D. الآن لا، ممكن هو الولد أو الطفل يتعلم وفق سياق معين مناسب لعمره على الحس الهندسي على طريقة التفكير ليكون عنده مخرج بالأخير على شكل رسمي. فهمي صحيح مهم دكتور محمد؟ الله يسلمك يا احنا شفنا حتى نصفنا ضغطنا على الفقر يبقى نية الشيء الثانية انه صاحب الرسمة يشير على فيلم على تواصل او على صفحته على فيلم يشيرها 3D ليس انه الذي يراها يقدر يقلدها ويرقاها كأنها في يده. ونحن نتطلع سيكون هذا إضافة مدرسة تقنية أيضا، نحن يكون في مكتبة للتصميمات حيث انه المصمم المبدع يستطيع كبير تصميم أو يعرضها أو يكون من نوع من أنواع التواصل عبر الأفكار. طيب صحيح. نعم، إن شاء الله سنتحدث في أول تقفيز قبول، إن شاء الله ستصل بك وتقفي فارغ بإذن الله. شكرا لك أستاذ محمد تاج الدين، شكرا لمشاركتك. حقيقة في أتوقع أحد عنده نقطة أسئلة للدكتور محمد. تفضل أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك أبو المهندس. أيوة تفضل. دكتور السلام عليكم، جزاكم الله خير. شكر الله لكم اخي، جزاكم الله خير. طيب يعني مدرسه ما فيها تسجيل طلاب وقاعدة شهادات؟ فيها. اذا احببتي انه تكون هيك حتكون هيك. أيوة. هي موجوده. طيب اذا هي هلا حاليا موجوده كيف يتم تقييم الطالب؟ كيف يتم في نظام تعليمي موجود تعليمي كله نظام تعليمي لهذا اللي سميناه نحن المنصه وتحتاج الى تشغيل. نحن تقنيا موجوده. أيوة. كلها ولكن بحاجه بالاخير في عندك استاذ حيكون اونلاين وليس استاذ واحد. غرفه التعليم الاونلاين اللغه العربيه نحن عم نحكي عن مليون مليونين طالب وليس 100 200. نحن بنفس الوقت جزيك خير. نحن بنفس الوقت اللي عم نحكي فيه عن عمق الأثر عم نحكي عن ساعة الأثر، كده كتير عم نركز عليه. ولذلك نحن في التعليم هذا، في هذا النمط من التعليم نحن قلنا شغلتين، إما قضية أنه أنا في المدرسة الرقمية هذه أنا أديرها، بمعنى المدرسة الرقمية تديرها، موجود بيدخل الطالب بيسجل في المدرسة الرقمية، نحن المدرس بيجاوبه بيتابعه بيشرح له بياخذ وبيتبادل معه المعلومات ولا آخره، وفي النهاية نمنحه شهادة. المفروض الآن حتى الآن الجهة الأساسية اللي نسقنا مع هي الحكومة المؤقتة اللي صار في إمكانه الآن يقدم امتحان في الداخل ويحصل على شهادة الحكومة المؤقتة وفيما بعد مثلا. هذا نمط. لكن النمط الثاني نحن قلنا لنفسنا أنه قد لا يكون ما عندنا طاقة بالأخير أو ما يجينا تمويل أو ما نستطيع نسيطر على 5 ملايين طالب أو 50 مليون طالب ممكن يدخلوا معنا من كل أنحاء العالم. فنحن نظامنا مهيئ لهذا الموضوع. إيش قلنا؟ قلنا نحن نتيح فرصة
نتيح فرصة حضرتك الآن أردت أن يكون لديك مدرسة رقمية لحضرتك، فبتدخلي لعندنا وبتنشئي مدرسة عندنا، بس بتسوي حساب وتضيفي مدرسينك أنت وبتفتحي إمكانية تسجيل الطلاب بيدخلوا لعندك، كله على منصة المدرسة الرقمية وبإدارتك وإشرافك المباشر. نحن ما لنا علاقة، نحن عبارة عن مشرفين بشكل آلي. هذه المدارس الآن فتحناها لكل المنظمات في الداخل، الآن عم نقول لأي منظمة بدها تسوي تعليم إلكتروني تتفضل لعنا مجانا، ما في عندها شيء، بس عبارة عن تفتح حساب عنا وحتدخل تسوي نظامة وتستفيد من كل هالمكونات التقنية والفنية اللي يستحيل انه تنجزها بسنة او سنتين او ثلاثة، لانه شغل سنوات من الجهد والتعب. طيب هل في تدريبات للمدرسين؟ طب اي نوع من انواع الدروس يعني هي مقبولة يعني؟ كلها موجودة، بس الحس تبعنا، نحن مو عم نحكي عن ساعة الاثر، هذا سؤال كتير هام في الحقيقة، نحن مو عم نحكي عن ساعة الاثر، فنحن ما يمكن انه نفكر انه نحن حندرب 40 ولا 50 طالب ولا مدرس عفوا ولا 100 مدرس، ما عندنا هذا الاحساس. عندنا اساس انه يجب ان تكون لدينا مواد اساسيه يدخل الاستاذ مثله مثل الطالب يتعلم كيف له ان يدرس في المدرسه الرقميه، فتم اعداد نظام تعليمي كامل ايضا الكتروني لتعليم الاستاذ شلون يستخدم هذه، لانه نحن ممكن يدخلوا مدرسه من النرويج، نحن ما يعني وين نبعث لهم ونراسل وكذا، فبيدخل في عنده نظام باكج كامل تعليمي بيتعلم كيف يستخدم المدرسه الرقميه ويقود المدرسه الرقميه وبيشتغل نظامي. طب بس سؤال اخير هو انه بس الميزانيه ما عرفناش يعني ما حكيتش عنها. طيب تمام. هلا وفق الخط النمطي العادي نحن عم نحكي عن أحد المنتجات 2700 حلقة تعليمية مثل اللي حضرتك شفتيها. الآن 2700 حلقة تعليمية بكلفة الواحدة، الحلقة الواحدة الآن إنتاجيا فنيا حوالي نصف ساعة جرافيك وميديا وكذا وإلى آخره، تستغرق مثل ما قلت لك أنفقت المملكة العربية السعودية على هذا المشروع، مو المملكة، القناة الفضائية، 4 مليون ريال لإنتاج 22 حلقة، لانه انت ما بتنجزي دراما ولا عم تنجزي شيء عادي تعليمي في لجان ولا اخره، هذه الكلفه الاساسيه. نحن بالنسبه لنا كلفت برنج المليون دولار لل2700 حلقه، رقم يعني كتير خفيف، مو ال2700 المدرسه ككل نصيبها هي. السبب الاساسي اللي هو ذكرته انه استخدمنا تقنيه خط الانتاج الفكري، هذا اذا انا بدي انتج الحلقه حترجع معك الحبسه ب 200 ليره، بس نحن النمط اللي اشتغلناه في التصنيع اللي هو حس هندسي، جمعنا الهندسة الميكانيك مع فهمنا بالميديا مع أشياء كثيرة، تمام، وجهد المتطوعين، عمل في المشروع حوالي 1000 شخص كلهم معظمهم عن بعد، والمقيمين كانوا في مقر المشروع، كنا نغلق الأبواب مساحة هيك مغلقة، والشخص يعني إذا كل واحد يحكي مع الثاني مساحة كلها 900 متر، كان في عنا 65 واحد عم يشتغلوا على الجرافيك، هدول ال 65 كلهم تدريبنا، يعني استغلنا تقنيات كتير عالية، هذا الأشخاص اللي إجوا ما جبناهم جاهزين، راتب اللي بيشتغل على الجرافيك حوالي 2000 دولار المحترف، نحن جبناه من الناس اللي طلعوا من الثورة، دربناه سوينا له معهد على طول، علمناه على المصلحة ورتبنا واستخدمنا نظام إداري وطلع، ولذلك الله كل القنوات اللي بتعرفيها في تركيا اسأليهم بقول لك أنا اشتغلت في المدرسة الرقمية. خرجنا حوالي 65 شخص بيشتغلوا جرافيك كان ما عنده الفكرة عن الجرافيك أبدا، التحريك والثريدي ولا هاي أحد المنجزات الجانبية يعني. هل نحن نحكي عن المشاريع اليوم اللي ما بعد الحرب، يعني هي شوف المدرسة الرقمية مرتبط مثلا بالحرب، هل هو يستخدم وقت السلم وقت الحرب مرحلة التعافي يعني، بس نعرف الموضوع هذا. والنقطة الثانية التحديات عطول تشغيل المنصة، هو امر كبير يعني كم هو مكلف، هل يحتاج الى دول لدعمه ام الى منظمات؟ في القضية الأولى في الأساس التعليم الإلكتروني كل مثل ما بنعرف المصطلح المعروف عنا، ولذلك كان كتير نواجه نحن في سوريا نجي يحكي حدا بالتعليم الإلكتروني يقول له وين رأي أنت الناس عبتموت عبتدى، التعليم الإلكتروني مفهومه تعليم رفاهية، يعني الدولة المترفهة مثل ما عم نحكي اليابان الآن خطتها بعد 4 سنوات حتلاقوا شيء مشابه للمدرسة الرقمية، وهذا بعد مراسلات معهم لأنه شرحوا لنا مشروعهم، لانه كان لابد انه نفند لهم مشروع حتى نقول انه نحن الاسبق في اختراع هكذا شيء في سوريا، فهن مقدمين على هذا العمل، اذا هو بعد الاستقرار هذا قطعا هداك محله الاساسي،
ولكن بمفهوم المدرسة الرقمية ونتيجة أنه ما طلعت من رفاهية نزلت ولا هي حلول جاهزة، ما جبنا منصات وشفنا التجارب كلها، وإنما خرجت من الحاجة من تحت طلعت، هذا اللي بيأهلها أنه تكون صالحة للطرفين، هي الموقع الأساسي بعد الاستقرار إن شاء الله تعالى، ولكن قبل الاستقرار في هذا الوضع هي فعالة جداً، وهي من أفضل الحلول التقنية اللي ممكن نحن نشتغل عليها. التحديات نحن الآن عم نحكي المدرسة الرقمية حتى نحن نقول إنه خلص اكتمل المحتوى، نحن عنا شغلتين، المحتوى وطريقة الوصول. ليكتمل المحتوى عنا شغلتين أساسيات نعتقد إنه لازم نعمله. نحن لو شفنا نموذج إذا صلنا ولو هيك بعد ما بجهزه ولو لدقيقة، لأنه كتير مهم تشوفوا هذا النموذج اللي أنا رحت للحكومة التركية هنا ورحت على المعهد مركز التعليم الإلكتروني، عندهم مبنى ضخم دي نزلوا التعليم الإلكتروني في تركيا كلها، واطلعوا انذهلوا قالوا إيش هذا، هذا نفذ بتركيا، لأنه هذا نفذ تركيا عن طريق سوريين موجودين الآن، وإن شاء الله بفكروا يعني في على أساس تعاون إن شاء الله بيناتنا. الشاهد في الأمر المحتوى ناقصنا شغلتين، ناقصنا نستكمل الابتدائي من الصف الأول إلى الرابع، هذا لابد لأنه في الحاجة في سوريا كتير ما يسألوا. الشغلة الثانية الأساسية كمان في نموذج عنا يا سميناه الكتاب الذكي اللي ممكن نشوف نموذجه، هذا اختراع طبعا، كمان اختراع، هو اختراع من ضمن منجزات المدرسة الرقمية اللي بينقل نقلة نوعية لطريقة العمل وكتير بيناسب طلابنا السوريين، هذا المحتوى. ولدينا الوسائل، هلا الوسائل كتيرة، في وسائل الآن بدأنا فيها اللي هي رخيصة. كيف الوسائل الرخيصة؟ عندنا منظمة، عندها مدارسة، عندها كذا، حطت بروجيكتور هي وحطت لابتوب هي وعطيناها المواد وصارت تتبث، هي وسيلة كتير رخيصة وبتمر بوسائل كثيرة. من ضمن هذه الوسائل اللي عم نحكي عنها، عم نحكي عن وسيلة المنصة التعليمية، المنصة التعليمية الكترونيا تقنيا اللي شفناها الموقع الآن، هذا مفتوح للتعلم، يعني أي طالب بدخل بتعلم، ولكن إذا بدنا نفتحه للتعليم بمعنى انه نحن نمسك الطالب وصل له اي دي ويدخل ويلاقي الاستاذ ويجاوبه والنموذج التعليمي الكامل، هذا يحتاج الى تشغيل، يعني عم نحكي عن كوادر 30 موظف 40 موظف 50 موظف، بده تشغيل دوري. وفي دراسه المشاريع، عندنا 5 مشاريع الان بناء على توصيات الدكتور هاني الله يحفظه، انه ما تكون الباكج كلياته، فرحنا قسمنا المشاريع، فالان حاليا عندنا اهم 5 مشاريع موجوده، وفي عنا مشاريع كثيرة يعني حطيناها المرتبة الثانية، ولكن أهم 5 مشاريع من ضمنهم، من أهم مشروع هو مشروع تشغيل المنصة التعليمية. موجودة بحدود 700,000 دولار. نعم. نعم، نحن انا رحت قابلناهم ودخلنا، والاهم شيء انه هن بدهم يتوثقوا، يعني هو الاستاذ حتى هيك رجع، هيك رجع قال يعني وين انتوا، امتى هذا انجز على في تركيا، يعني كثير كان شيء مذهل له. الان نحن عم نحاول معهم حتى في درع الفرات باذن الله تعالى يكون معمم في المدرسه، يعني مشروع جاهز لا يحتاج الى تصنيع، يعني عباره عن فقط يوضع يعني كله غطاء قانوني في درع الفرات يعمم كل المدارس وتصل الفائده. نحن اهم شيء لمسناه هذا شيء الفت اليه، يعني مثلا اضرب مثال على ذلك، مدرسه عدد المنتسبين لها موجوده في دركوش مدرستين، هذول اعتمدناهم، كان نسبه المنتسبين لها بين 20 و30 انضباط، بين 20 و30% من الطلاب، الباقي كله متسرب. ليش؟ كل المدرسين متطوعين، ما في عليهم دعم ولا شيء، والمدرسة سايبة. فروحنا نحن سوينا التجربة عندهم، سوينا الفصول هاي بإمكانيات المدرسة الرقمية نفسها، سوينا الفصول هاي وحطينا لهم البروجكتورات والكذا. الآن التقرير يعني موجود، هي تقارير بس ما يسعنا الوقت لدى التقارير، ماذا تقول نسبة الآن الدوام؟ 90%. الفيدباك اللي صار رائع جدا، المدرسين اللي كان اصلا متسيب وكان عم يعاني صار يجي ينضبط. ليش؟ لانه صارت شالت عنه الموضوع، عم شغل فيديو صار مهمته ميسر. الانضباط في داخل الصف، الناس هذا التشويق، الناس صارت تدعو بعضها تعالوا تفرجوا شغله جديده وهكذا. يعني حد عنده سؤال؟ هلا في تمام وكيف ممكن نوصل للمدرسه هون بوزاره التعليم؟
الايش تركيا ولا السورية؟ السورية انتهينا وشبكنا الان، ما عندنا مشكله مع كل في الداخل السوري، معنا اشكاليه التشبيك القانوني كله موجود ما عدا في درع الفرات الان عم نشبك مع الحكومه. هذا في الشق الاول. في الشق الاول بالنسبه للامتحانات، نحن بالحقيقه لما انطلقنا في كان عندنا ثلاث نماذج امتحانات مقترحه. النموذج الاول هو الالكتروني بالكامل، يعني بمعنى يدخل الواحد على برامج فحص الوجوه، بتعرفوا انظمه الامتحانات، بيدخل بيمتحن مباشره عن طريق ايش الموقع الالكتروني. هذا النموذج الاول، وهذا لم نست خدمه لانه للاساس هلا ما شغلنا اصلا المنصه ولا، بس تقنيا جاهز عنا. المحتوى الثاني اللي هو على الارض، بمعنى انه المدارس المسجله معنا ومسجله عنا الداتا نرسلها ملف بي دي اف عليه نموذج من الاسئله لكل طالب، نموذج مختلف عن الثاني اوتوماتيك بيطلع، بس هو بيطبع الصبح بي دي اف وبيوزع على طلابه وبيلمهم وبيسوي لهم سكانر وبيبعث لنا اياهم او بيبعثهم حاضر. هذا النموذج الثاني. النموذج الثالث اللي هو المزيج، اللي مزيج اللي هو مسيطر عليه من هون وبيروح بينتسب بنقاط منحدد له اياها مسبقا سواء في الداخل او في المستقبل في دول الجوار، منحدد له انت درست معنا وانت وطول السنه عم نبعث له الامتحانات وفق الالكتروني، متابعه الكترونيه، ولكن الامتحان النهائي يتم في مراكز الامتحانات. الان مع الحكومه المؤقته قلنا لهم مثلا نحن في منطقه فرضا دركوش، منطقه دركوش في عندنا مدرستين نظاميات فيهم 500 طالب، في 700 طالب منقطعين عن التعليم مهن موجود، هدول ال700 حيروحوا يدرسوا في بيوتهم، بيدرسوا عن طريق النت بالطريقه اللي بدهم اياها، بيختاروها من وسائل المدرسه الرقميه ولكن مسجله بسجلاتنا وسجلات الحكومه المؤقته مثلا، ثم ياتون بالاخير بيمتحن ال700 مع ال500 طالب ويمنحوا شهادات نظاميه كانهم يعني ده تعليم منزلي. يعني نحن ما بنقول مش بها، بنقول حتى ان شاء الله يعني قطعا بالنسبه لسوري افضل قطعا، لانه استعنا باشياء كثير مشان تناسب طالبنا السوري كثير، يعني وصفات، يعني طريقه التصميم، طريقه الدخول، سهوله التعامل، سهوله الخدمه كذا، فهي قطعا للسوريين مناسبه اكثر من المنصات التعليميه في هالجزئيه هي. في حدا حابب يسال؟ بالنسبه للاعتراف كيف بالنسبه للشهاده؟ يعني الطلاب الآن هذا واحد. الشغلة الثانية في نماذج اللي عم ندرب احنا عليها يعني نزلها الأمم المتحدة اللي هي انه بيدخل الطالب وهو مجبور يكمل اشياء معينة ليقدر تقول انه خلص المادة، فهل هذا موجود عندك؟ يعني احنا الآن مثلا ندخل على سفير او اي شيء بيحط لي هو وانا بمشي فيه، واذا ما مشيت ما يعني ما بيعمل لي اكتمال. صحيح. فهل هذا موجود عندكم؟ تمام. بالنسبة للشق الثاني اللي هو ببدأ منه انه هل هذا موجود؟ نعم موجود بطريقة كتير سهلة وحلوة مناسبة ايضا للطالب السوري، يعني هذا شلون هو لازم بعد ما يشوف الفيديو يعمل لايك والى اخره وفي عنده قصة، ولكن في الجزء التعليمي مثل ما قلت، وليس لانه دائما بميز ما بين التعلم اللي هو انت بتدخل الموقع الان تستفيد من الفيديوهات وكذا بدون اي مشاركة ولا اي شيء، وبين انه انت منتسب ضمن طالب، اذا انت منتسب ضمن طالب بتفتح لك لوحة تحكم اوبشنات كثيرة. بالنسبة للاعتراف لتاريخ اللحظة هو التحدي الاكبر، لدينا نموذجين الآن اللي عم نشتغل عليهم الأساسيات. النموذج الأول هو التعاون مع منظمات، في منظمة قطر الخيرية الآن حاب يفتحوا مشروع تعليمي، هم حيجيبوا شهادات معتمدة من بريطانيا، هن مدبرين راسهم، ولكن إيش حيا أخذوا من عندنا محتوى المدرسة الرقمية، فحيدرسوا المدرسة الرقمية ويروحوا هاي بجهدهم الخاص هن كمنظمة. الآن بالنسبة إن نحن نسقنا مع الحكومة المؤقتة على الأقل في الحالي الآن على أساس إنه اللي في الداخل السوري يتم تعليمهم ثم الامتحان مع التقليدي، يعني هون مثل ما قلت 500 طالب بيصيروا 700 بيجوا بيقدموا فقط الامتحانات وفق التنسيق معنا. هذا النموذج الأول. الآن عم نحكي في تجربة بعنتاب بدأنا فيها إنه هل عم نحاول نتواصل مع الإخوة الأتراك إنه هل بالإمكان نحن طلابنا اللي في سوريا اللي في تركيا الآن أنه يتعلموا أيضاً المدرسة الرقمية ونجمعهم في مراكز إما على الأراضي التركية وإما على الحدود السورية، ناخدهم ويمتحنوا وفق للحكومة المؤقتة ونمنحهم شهادة الحكومة المؤقتة، فهذا الآن هلأ جاري. شكراً لك المهندس محمود سكر. الله يبارك. شكراً لهذا العرض الرائع. رح يكون في مثل تلخيص سريع من الدكتور هاني. ليلتك فل النهارده، وفي برضك في عرايس مصريات مش سوريات بس، وفي عرايس تركيات، و
وأذربيجانيات. بس كده عشان الكاميرا برضك في عليه تفرج عليه. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا بس في العشر دقايق نهاية لي في لسه وقت، وأنا طبعا من الناس اللي بيحبوا يتكلموا وبعشق الكلام. واخد بالك؟ كلمنا عن أربع محاور في الصباح، أهم محور فيهم بعد الحرب اللي اتكلم عليه أخونا سيدنا ذنون. ذنون ولا ذنون؟ أيوب يا عم. أيوب ذنون إيه؟ اسمه أيوب ذنون ويونس، نعمل بإيه ده؟ هنرميك في البحر ثاني. اللي هو ده أصعب شيء لغاية الآن في شمال مصر، ما زال اللي هو الغام من الحرب العالمية الثانية. ودي قد يكون في حوالي 1 أو 2 مليون فدان. يعني ايه الفدان؟ يعني تقولوا مثلا نص هكتار، يعني نقول مثلا في على الأقل 1 مليون هكتار مش قادرين نزرعهم في المنطقة دي، طبعا غير السودان غير أفغانستان غير كذا غير كذا غير كذا. فالموضوع ده احنا بنقول للمانحين خاصة اللي هم التقليديين اللي بدونا أكد شرب نايم لبس، ان الامر ده مهم جدا في اعادة بناء المجتمع مرة اخرى. قد كنتوا قمتوا بتجربة بسيطة جدا بتؤكد ان الحل محلي، ان الحل محلي والحل رخيص والاستدامة والابداع محلية في افريقيا في اسيا في المغرب في توجو في كرواتيا في البوسنة الى اخره. دي نمرة واحد. نمرة اتنين التعليم هو المحور. التعليم التقليدي شيء والتعليم الجديد شيء تاني. لابد ان نوافق ما بين التعليم التقليدي والتعليم اللي كان بيتكلم سواء المدرسة الرقمية او التعليم البعد بتاع 3Ds او ما بعد 3Ds. ما نتوقفش ابدا، لان الامة التي لا تعلم وتجهل هي امة ستكون مستهلكة ولن تصبح منتجة. وعلى جميع الجمعيات الخيرية ان هم ينشئوا مجتمع منتج، ليس مجتمع استهلاكي، مجتمع مستقل، ليس مجتمع معتمد من مجتمع المعتمدين. فلذلك احنا حطينا ورشة كاملة او يعني فقرة كاملة على التعليم، ومش اي تعليم، تعليم جديد، تعليم جديد. كلنا تربينا في الكتاتيب وكلنا تربينا في المدارس. يعني كان احد الامثلة اللي بكررها 50 مرة و1000 مرة ان الفارق من التعليم في غرفة مقفلة والفارق في التعليم من 1000 ولا أكثر من 1000 سنة في الازهر. الازهر كان الطالب بيختار المدرس ويختار المادة ويختار الوقت، ده من اكثر من 1000 سنة. احنا دلوقتي جبنا الطالب قفلنا عليه غرفة وجبنا له مدرس زي حالاتي مقرف قليل الادب، ما ما ما, 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 ما انا اللي مقرف وايه وجاهل في نفس الوقت. في مدرسين مش والزمنا الطالب كمان انه يتعلم مواد ما بيحبهاش، الحاشي المعلومات، يطلع بقى دولمة يطلع كباب يطلع اي حاجة يطلع زي ما يطلع. فده مهم جدا في التعليم. الامر الثالث اللي هنتكلم عنه اللي هيتكلم عنه اخونا عبد ربي. عبد ربي طبعا ممكن تقف بس عشان الناس تشوفك، هو شاب وسيم وجميل وقبلك ومغربي وتكلم اللغة العربية التي تجرحني، فكلما تكلم العربية جرحته انا لان انا اتكلم لغة تانية غير العربي. فمن خطر الخيرية وكان مسؤول مشاريع ودلوقتي هو وظيفتك ايه دلوقتي؟ تخطيط. وقبلك علشان يكلمنا على الاقتصاد، عايزين احنا نبني اقتصاد، اقتصاد اقتصاد لمجتمع، واللي هيبنيه الناس اللي ما عندهمش دولار ودولارين وما عندهمش اي دراية عن اي علم ولا اي فكر. مهم جدا 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 جدا. فده الهدف الكبير، ان ازاي ابني اقتصاد لمجتمع لسه ما تكونش، ازاي اعمل حكاية للامباورمنت، امباورمنت التمكين، ازاي يعني انا كيف امكن ان كنت ما عنديش القدرة على الانتاج، انا اضع فيك الثقة على الانتاج. فده المحور اللي هتكلم فيه اخونا عبد ربي بعد الغداء. والامر الاخير اللي هو مشروع جميل اتكلم عنه عبد الرحمن، الخبرة الإغاثة. أنا شفت بعض المزارع المجتمعية دي في بلوشستان، قطعة أرض صغيرة جدا لأن مفيش مية هناك، وكل امرأة بتخرج عشان تزرع لها منطقة صغيرة عشان يأكلوا، بس يبدأ أنهم يأكلوا منها.
أو يربي فيها بعض الأغنام إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فالأمر ده الجبال تبنى من الحصى أو تصنع أو تخلق من الحصى أو الرمل إلى آخره، والصحراء دي والبوادي كلها ما هي إلا ذرات رمال، والحلول المجتمعية المشاكل يعني اسمها إيه، معضلة ولا إيه؟ اللغة العربية بقى، ما أنا قلت لك ها؟ معضلة، اللغة العربية ها؟ بتبدأ بالإيه؟ بالمرأة في البيت والشاب في البيت، وكل أجدادنا وأجداد أجدادنا وأجداد أجدادنا كانوا إيه؟ ما كانوا عمال وكانوا فلاحين وكانوا رعاة بقر ورعاة غنم وكانوا يعني بيعلموا في الخوجة إلى آخره. فإحنا عايزين نبدأ في المرحلة اللي إحنا ما عندناش فيها إمكانيات بالإمكانيات المادية، وخاصة ده أهم حاجة عند كل نازح ولاجئ ساكن في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في أي مكان في العالم. ده لو إحنا مكننا ده وخلينا الفرد يثق في نفسه يستطيع أن يحول هذا المجتمع من مجتمع الاستجداء إلى مجتمع الإنتاج، وده اللي إحنا عايزين نوصل بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا سعيد جدا 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 بإيه؟ بإن في 14 جمعية هنا، مش عايزين 140 جمعية، هنعمل بيهم إيه؟ بس عايزين نحط رؤية، رؤية الرؤية زي اسمه كفت اللغة العربية بقى. عندك حد يتكلم عربي كده؟ ولا ما تقعد 50 سنة. ده تعالي اللي هو عبد الفتاح الأسري، الرؤية خلاص؟ يلا تفضلي يا الرؤية. ما شاء الله دائما بيمتعنا، الله يعطيك العافية. جميعا جميعا. نقدر هلا يعني نستريح شوي للصلاة. نستريح للصلاة ولا أيضا الغداء. أكيد. أكيد. أهلا وسهلا فيكم، تعبناكم معنا. وبنشكر عطاء ولا فؤاد.